فوجعت الفنانة المغربية حياة الإدريسي بخبر وفاة شقيقتها الذي أعلنت عنه عبر حسابها الخاص بالإنستغرام. ونشرت حياة الإدريسي تدوينة جاء فيها: خالص الشكر لكل من قدم لي التعزية والمواساة بوفاة أختي، تغمدها الله برحمته وغفر لنا ولها ولجميع المسلمين. وأضافت الفنانة حياة الإدريسي: أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أسرتي خاصة وعامة، أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة أختنا الحبيبة المغفور لها بإذن الله تعالى.